مرحبا. ولد المعماري سامان أسعد كمال في بغداد عام 1948. حصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد عام 1972. عمل في الاستشاري العراقي مع المعمار رفعت الشادرشي لأكثر من 10 سنوات. من أبرز مشاريعه فوزه بالمرتبة الأولى في مسابقة التصميم نصب الشهيد بالاشتراك مع النحات العراقي إسماعيل فتاح الترك ومعماريين آخرين. أسس مكتبه الخاص ببغداد باسم التكوين المعماري عام 1980، حيث أنجز المكتب عدداً من المشاريع الرئيسية بالتعاون مع مؤسسات استشارية عالمية، منها مشروع تطوير منطقة باب الشيخ قطاع 4 وقطاع 5. انتقل للعمل في الأردن عام 1995، وصمم العديد من المشاريع الرئيسية، منها مبنى شركة الاتصالات الأردنية وبرجي مركز التجارة العالمي في عمان. أسس مكتبه الخاص في الأردن عام 2005، وله أعمال في الأردن والعراق وأفريقيا، منها برج زهران في عمان ومستشفى 900 سرير للحروق والجراحة التجميلية في السليمانية ومبنى وزارة التعليم العالي في أربيل. عمل مستشارا هندسيا لعدة شركات استثمارية وعقارية وصناعية في العراق والأردن. شارك في لجان التحكيم وتقييم مشاريع التخرج لطلبة العمارة في بغداد وجامعة البتراء والجامعة الألمانية في عمان. كل ذلك تجدونه بالتفصيل في موسوعة العمارة العراقية.